السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثاني الإعدادي بنكمل النهاردة، ياخد يونت 5، بناخد الباراجرافات عليه. طبعا الباراجراف عندنا هنا هنقول كذا عنوان للباراجراف وتبقى إجابته إجابة واحدة. بس قبل ما نبدأ في الباراجرافات بتاعتنا، تعالوا أفكركم بالاشتراك في قناتي وتنضموا لينا اللي لسه ما انضمش لينا عن طريق الضغط على الزرار الأحمر اللي هو اشتراك او سبسكرايبس، وكمان برمز الجرس بتفعلوه عشان يوصل لكم الجديد بتاع قناتنا. ما تنسوش اصحابكم شير ومشاركة عشان تعمل فايدة ليهم. وبالنسبة لصفحتي على الفيسبوك، بننزل عليها الاوراق او الاجابات بتاعت الكتاب الخارجي، وكمان بنزل عليها الباراجرافات كصور بذكركم بيها. الانجليزي اسهل مع مستر سامي، نفس الاسم القناة بالمتابعة والاعجاب بالصفحة. تعالوا نشوف عندنا الباراجرافات النهارده كذا نوع من او كذا اسم مطلوب مننا بيبقى ليه اجابه واحده في الباراجراف. A person you admire، شخص انت بتعجب بيه، او a famous person، شخص مشهور you are interested in، انت مهتم بيه، او your hero، بطلك، او شخصيه بيل جيتس رجل الكمبيوتر، او نتكلم على a successful person you know، او شخص ناجح انت تعرفه. تعالوا كده نشوف، هو كذا عنوان بس ممكن نخليهم اجابة واحدة، هو شخصية بيل جيتس. هنقول هنا ان بيل جيتس is one of the most famous people in the world، هو واحد من اكثر المشاهير، الناس المشهورة في العالم. he studied law، هو درس القانون. He didn't finish his degree، هو ما أنهاش درجته العلمية. He is a computer businessman، هو بيعتبر رجل أعمال في الكمبيوتر. He had offices، هو لديه مكاتب all over the world، في جميع أنحاء العالم. He won prizes for his work، هو فاز بجوائز على أعماله. Also على عمله. Also he won prizes for charities، وبرضه فاز بجوائز على أعماله الخيرية. طيب افرض احنا مش عايزين نتكلم على بيل جيتس على انه الهيرو او البطل بتاعنا، عايزين نتكلم على your hero او my hero، نتكلم عنه بحاجة اسهل شوية. فهنتكلم هنقول my father is my hero، والدي هو بطلي. my father is a doctor، هو طبيب. he was the best student in his class، هو كان أفضل تلميذ في فصله. he got full marks، هو كان بيحصل على الدرجات النهائية. he helped his father، كان بيساعد والده. he helped sick people، وكان بيساعد الناس المريضة. I want to be like him، أنا عايز أكون زيه. طبعا ما تنسوش الإنجليزي أسهل مع ميس سارة سامي، اعملوا لايك على الفيديو ده اذا استفدتوا منه، والورق بتاع الباراجراف ده هينزل على صفحتي على الفيسبوك. انجليزي اسهل مع مستر سامي. في امان الله.